السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة عن بعض التحضيرات البسيطة اللي كنقوم بها قبل شهر رمضان الكريم، هكذا باش كنوفر شوية الوقت وشوية المجهود. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا بجم اذا عجبكم هذا الفيديو هذا، وايضا تعليقاتكم اللي كتشجعني وكتفرحني دائما. فاول حاجه غادي نبدا بها وهي الحمص. فكيف كتشوفوا هنا عندي الحمص، كيف فقت في الصباح رقدته هكذا في شويه د الماء وخليته. لكن بالنسبه للكميه اللي كتناسبكم، انا هنا تقريبا عندي نصف كيلو، ما كنعملش الحريره بزاف رمضان، اغلبيه كنعمل الشوربات هكذا من نوعين ديال الخضر. فغادي نحتاج غير شويه هكذا د الحمص، خليته تقريبا جوج حتى ثلاثه الساعات وصافي. غنصفيه هكذا كيف كتشوفوا من الماء، وغادي نوضعو في واحد الميكا. بالنسبة للحمص فهو ما كيلتصقش مع بعضياتو، ولهذا غادي نوضعو كامل في واحد الميكا كبيرة هكذا، وغادي نخليه ملي غادي نبغي نجبد غنجبد الكمية اللي كتناسبني، كيكون مفرق ما كيلصقش. هاد التحضيرات هادو اخواتي ففعلا كيوفروا علينا واحد الوقت وواحد المجهود كبير، خصوصا السيدات العاملات وماشي غير هما، حتى بالنسبة لربات البيوت هكذا، خصوصا وان هاد رمضان هاد الاعوام الاخيره بدا كيجي اوقات الامتحانات هكذا دوليداتنا، فكيكون عندنا الوقت الكافي اننا نراجعوا معهم ونراقبوهم ايضا، يعني نقوموا بالاعمال ديالنا سواء كانت من عبادات او طياب او اشغال البيت، هكذا كنكونوا كيسهل علينا صراحه هاد الشيء هذا. وبالنسبه لهاد الفول كيف كتشوفوا عندي والجلبان فهما غادي نقشرهم، ولكن البنات واحد الملاحظه مهمه، وهي هاد الاعمال هادو اللي كياخذوا الوقت هيدا ما تدخلهمش مع الشغل ضد الدار، يعني حتى نساليو الاشغال ديالنا ضد الدار كامله، نكونوا غادي نجلسوا نرتاحوا هكذا، خصوصا الا كانت عندكم شي قطيطه مزيونه هكذا كترتاحوا معها في حالي، فهكذا كتخليوا هاد الاشغال هادو حتى كتكونوا كترتاحوا هكذا وكتفرجوا، او مهم معكم الونيس ويعمل يدو حتى هو هاد الونيس اذا كان معاكم علاش لا. فصافي هنا كيف كتشوفوا، ومن الاحسن هكذا ماشي بالضروره اننا نعملوهم في المطبخ وحنا واقفين. فكيف كتشوفوا انا عندي هاد الكليسه هادي حتى هي في المطبخ، ولكن وضعت كيف كتشوفوا واحد الميكاد بلاستيك هكذا باش ما نوسخش الميسه ديالي، ووجدت كل شيء هيدا قدامي، انا كنتفرج وانا جالسه هكذا يعني كنرتاح وفي نفس الوقت كنقضي شي حاجه. فممكن تعملوها في اي مكان في الدار كترتاحوا فيه، ممكن تعملوا هاد القضيه هادي في هاد المسائل ما كتوسخ ما حتى حاجه. وبالنسبه لهاد الفولات كيف كتشوفوا انا قشرتهم، هادو اللي جبرتهم هكذا كيكونوا موف، فمن الاحسن تخليوهم كاملين بوحديتهم حتى حتى الاخر، ومن بعد كتجمعوهم وتقشروهم عاد كتضيفوهم، او ممكن تخليهم اذا كانت عندكم كميه جبرتوا يعني كميه كبيره منهم، فممكن تحيدوهم على جنب طيبوهم بوحديتهم، يعني تقشروهم وتطيبوهم. بالنسبه انا جبرت غير شويه في شي تقريبا 8 او 10 د الحبات، فقشرتهم وضفتهم للفول ديالي. الفول ايضا حتى هو كيف كتشوفوا ما كيلصقش، فغادي نوضعوا في واحد الميكا، وما تبقاوش يا البنات الله يخليكم، انا كنوضع في الميكا هكذا باش هاد الميكا هادي ما كتاخذليش مساحه في الثلاجه، لان عندي الثلاجه ديك النوع اللي طويل كيكون المجمد ديالها صغير، فهكذا ما كيديوليش مساحه كبيره على عكس الطويصات البلاستيك، فكياخذوا شويه مساحه. المهم عموما فكل وحده كتعمل ديك الشيء اللي كتبغي في الدار ديالها اللي كيريحها، تعملوا عملوهم فين ما بغيتوا، المهم هو اننا نسبقوا هاد الاشياء هادو اللي كياخذوا لنا الوقت. وبالنسبه للكميه فكتبقى بلاش، انا كنظن في رمضان بلاش اننا نكثروا هاد التحضيرات او هاد التجهيزات ونعملوا كميات اللي هما كبارين، فرمضان صراحه ما كتاكلش اشياء اللي كثيره، كتاكلوا بزاف الاشياء ولكن بكميات قليله بزاف، فبلاش ما نكثروا. بالنسبه للجلبان حتى هو قشرته وضعته في الميكا هكذا كيف كتشوفوا، صافي وساليت ما كاين لا وسخ لا حتى حاجه. كاينه هادو جبرتهم مرقاقين هاد الفولات هادو كيف كتشوفوا، فغنخليهم هكذا بقشور، غنقيهم ونقطعهم شويه صبيعات هكذا طويولين، وغادي نعملهم في واحد طويجن السمك غدا ان شاء الله. غادي نمشي ايضا نقطع الفلفل. بالنسبه للفلفل فكتبقى حسب النوع اللي عندكم، فانا عندي غير هاد الخضار والحمر، صافي غادي نحضره دابا، يعني ما غنستناش حتى نتاخر اشياء اللي هي كثيره، دائما نعمل ديك الشيء اللي عندي اللي سهلت عليا واللي خففت عليا فكيكون احسن، يعني ما بقاش نستنى حتى نتاخر او حتى نجيب هادي حتى نجيب هادي. فالفلفله كيف كتشوفوا كنغسلها قبل،
ما نبدا نقطع، لان اذا قطعتها صافي ما خصنيش نغسلها باش ما ما تشربش شي كميه د الماء. فصافي غير كيف كتشوف قطعتها هكذا كبيره فوق لورنيه، وجيت فحالي هكذا نجلس وانا كنقطعها بكل ارتياح كيف كتشوفوا. ناخذوا راحتنا وما نضغطوش راسنا، حنايا حاجتنا اننا نخفوا علينا اعباء رمضان ان شاء الله. فما كاين لاش نخففوا اعباء رمضان ونضغطوا راسنا دابا، ما كان علاش يعني نعملوا الاشياء اللي غتريحنا ونعملوها حنا فرحانين ونعملوها في اوقات اللي نكونوا حنايا يعني هكذا نكونوا في المورال ديالنا يكون مزيان باش كنقوموا بهاد. لالا كيتي ضروري كتدخل في كل شيء، فانا منسب كيتي واخا بوحديتي هاد السويعه كيكونوا الوليدات في المدرسه وباباهم في العمل، ولكن انا منسه. فصافي الفلفله ديالي كيف كتشوفوا غادي نقطعها صغيره، فانا غادي نحتاج الفلفله كامله تكون صغيره للمملحات عفوا بالنسبه غنحتاجها للمملحات البيتزا وهذا الشيء، فغادي نقوى حتى للروز هكذا حتى الاكل المهم غادي نحتاجها كامله صغيره. فغادي نقطع الفلفله ديالي كامله هكذا صغيره، فقط شويه اللي غادي نحتاجو على شكل شرائح طوليه او هما اللي غنحضرهم. فالبنات دائما ملي نجيو نعملوا هاد التجهيزات ندخلوا اليوتيوب نشوفوا كل شيء هكذا الفيديوهات اللي عاجبيننا شنو فيهم، ولكن ماشي بالضروره اننا نعملوا نفس التحضيرات او التجهيزات اللي كيعملوا اليوتيوبرز. فهكذا كتضغطوا راسكم بزاف، حاولوا تاخذوا هادشي كامل ولكن تاخذوا منه غير داكشي اللي كيناسبكم نتوما، ماشي بالضروره انا عملت هاد الاشياء حتى تينا تعملهم. فهادو كيبقاو مجرد افكار وحنا كناخذوا منهم داكشي اللي بغينا وداكشي اللي غادي يريحنا. وقبل ما نبداو هاد التجهيزات د رمضان من الاحسن اننا نفكروا هكذا شنو الاطباق اللي كنحضروا في رمضان، لان الاطباق اللي كنحضر انا غير اللي كتحضرتينا غير اللي كتحضر هذيك، غير يعني كل واحد وعنده واحد النمط ديالو اللي كيمشي عليه في رمضان. فمن الاحسن اننا يعني قبل ما نقوموا بهاد التجهيزات حتى نخمموا بالاطباق اللي كنحضروا، وعلى هاد الاساس غادي نتسخروا يعني غادي نجيبوا ديك السخره على اساس الاطباق اللي غادي نحضروا وغادي نقوموا بالتحضيرات ديالنا. صافي قطعت شويه هاد الفلفله هذه هكذا بشرائح طوليه هي اللي غادي نحتاج. وبالنسبه للفلفله خضراء وحمراء فانا غادي نحتاجهم بجوج بهم مخلطين، فكان ما كان علاش نعمل وحده في ميكا وواحده في ميكا اخرى، فغادي نخلطهم هكذا كنوفر المساحه كيف قلت لكم في الثلاجه ديالي، فغادي نخلطهم هكذا مع بعضياتهم وحتى هما ما كيلتصقوش. بالنسبه للميكات فاستعملوا اي حاجه عندكم في الدار، اي ميكات استعملوا، ماشي بالضروري بقى نستنى حتى نشري ميكات صغارين حتى نشري ميكات كبارين حتى لا، اللي موجود نعمله طالما انني عندي استعداد وعندي وقت هاد الوقيته هادي انني نعمل شي حاجه فغادي نعملها بديك الشيء اللي عندي. دائما كيف كنقولوا الجود بالموجود البنات، الله يخليكم الجود بالموجود باش كنسهل. وحاولوا تبسطوا الحياه، ما كاين ما اسهل من البساطه. صافي وهادو حيتاش صغارين ما اكيد ما نخسرش عليهم واحد الميكه اللي هي كبيره، فوضعتهم غير في واحد القطعه ديال الفيلم اليمونتير وصافي وغادي نحيدهم. غنبشر ايضا هاد الجبن موتزاريلا اللي كيحتاج في المملحات كنحتاجوه في البيتزا ايضا، فغادي نفسخو غادي نقسمو على جوج. وبالنسبه للي فانا غادي نحكو كامل، بعض المرات كنقسمو على جوج، النصف هنا عندي نصف كيلو يعني 500 غرام، بعض المرات كنبشر النصف والنصف اخر كنقطعو دوائر او هكذا كنحتفظ به قطعه صحيحه حتى كنكون غنحضر شي حاجه عاد كنقطعو، ولكن دابا كنشوف انني غادي نحكو كامل حيت عندي الوقت، طالما انني عندي الوقت هاد الفتره هادي فغادي نعمل فيها داك الشيء اللي قدرت وداك الشيء اللي استطعت غادي نعمله. فهنا بشرت ديك الكميه اللي عندي كامله نصف كيلو جبن الموتزاريلا اللي كيتحتاج بزاف خصوصا في رمضان هكذا، بزاف الفطائر البيتزا بزاف اي حاجه غنحتاجو. فكيف كتشوفوا ضروري كنفكو هكذا بهاد الشكل هذا بيدي باش ما كيبقاش يلاصق، وغادي نوضعو في واحد الميكا حتى هو بهاد الشكل، غنوضعو كامل مع بعضياتو. غير ضروري ملي نجيو نجمدو الجبن هذا خصوصا هذا الموتزاريلا ضروري ندخلوه للمجمد ونخليوه يجمد تقريبا واحد ساعة او ساعة ونصف، نعاودو نجبدوه ونفكوه من بعضياتو، ماشي نفكوه يعني غير بحال كنلعبو بالميكا هكذا باش ما كيلتصقش ببعضيتو وكيجمد هو هكذا كلاصق كله كتلة واحدة.
فكيف كتشوفوا انا هاد الساعه هاد الميكات اللي عندي فهما اللي استعملت، ما بقيتش كنستنى انني حتى نشري ميكات اخرين او كنغتنم الفرص. فصافي هكذا كيف كتشوفوا، اوكي غير يجمد نجبدوه نلعبوا به هكذا شويه في يدنا كيف كتشوفوا هكذا، وكنفكوه مع بعضياته باش ما كيجمدش مره كتله واحده وكيصعب علينا الوقت اللي نبغيو نجبدوا الكميه اللي خصنا. وهادو هما التحضيرات اللي قمت بهم اليوم كيف كتشوفوا، اشياء بسيطه ولكن صدقوني كتوفر الكثير الكثير من الوقت. وكيف كتشوفوا وضعتهم بهذا الشكل هذا في الثلاجه، فما خداوليش شي مساحه كبيره في الثلاجه، خليت الجبن هنا في للوجه هكذا باش نجبدوا مره مره كيف قلت لكم ونفكهم بعضياتو. ماشي غادي نجبدو مره ولكن غير الميك كنلعب بها هكذا شويه. بالنسبه لهاد الفلفله هذه اللي بقات لي كميه صغيره غنوضعها هنا او غنوضعها هنا في الباف هاد المجيرات هادو صغيورين. وصافي هذا كان هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا خديتوا بعض الافكار هكذا ولو بسيطه وشجعتكم وحفزتكم انكم تنوضوا تعملوا بعض التحضيرات ديالكم. وهنا كنقول لكم كيف ديما بالصحه والراحه والى اللقاء فيديو آخر.